بسيطة. والله لو أوريك سود الليالي بالأفيال وأنا أغلس أغلس ولا ترمع. تقول حمده من حر ما جرابه، تقول حمده من حر ما جرابها، إن في الصامت على لذيذ الزاد وعين الكرى. حرام راسي ينجلى عوساد عوساد فكوا. شيخكم عاود؟ ويريدك بالحال يا زعل. يا هم لالي يا هم لالي. قم امشي امشي. اربع ايام يا بابا. امشي. اربع ايام. امشي. ولا يا اخوان امشي. شلونك يا زعل؟ بخير يا شيخ. ان الله بخير. هلا هلا والله. ترى انت ضيفي ها؟ ودك تربطني بعد يا شيخ؟ لا يا رجل، انا اقول انك ضيفي وتقول تربطني. هلا والله. هلا باشر تعود لهلك وتعلم الشيخ مناع جوابي. عليكم السلام. الله معك. الله يبارك. يا زعل. يا عم. تقول للشيخ. الشيخ غليس قبل الهدية. ويهديك السلام ويقول لك قبل انك تكون حليفه بعد. وقول له ان الشيخ غليس ينتظر انك توفي بوعدك وريد الجواب. ان ما وفى بوعده علمه ان الشيخ غليس يغزيه ويخليه سالفة بين العربان. علمه. يدز حمده بالحال. تفهم؟ ايه افهم يا شيخ. امسك دربك. سلم عليكم. الله معك. شلونك يا عويمر؟ ما
عساك بتونس ومرتاح. أريد ما هات المياه. اي والله يا عمي أريد الماء. أزقيك الماء إن علمتني وين ردت. أدخلك أريد الماء. ما تريد الماء؟ إيه زيد. إيه لزقيك. علمني وين الرداد أزقيك الماء أو ينشف دمك من الظما. أزقني وعلمك بالأول. علمني بالأول. انهزم يدير تبن عمر. تجذب. ايش أجذب. لو ازني الهامل لو ازني لو ازني لو ازني ازقني وعلمك. زين خلي رداد يزقي. خلي رداد يزقي. ايش خلي رداد يزقي. خلي بالهنا. يا هلا يا حي الله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا عم. صحيح ركبت الخيل وانت حامل؟ اي يا عم. تحسين بالوجع؟ كل بدني. خليك عندي هان انا ادير بالي عليك. تسلمي يا عمه. مير ما اقدر ابعد عن زوجي. ما هو بعيد عنك. ودي استرخص منك يا شيخ وتبني لي بيت بطراف العرب. للا تظلك هان عندي انت ومرتك. تراني مرتاح ولا يهدى لي بال ليه ما نشوف عويمر وتطمن عليه. يا حياك الله. عويمر عويمر. ما اريد ما اريد ما اي ولادي اي اريد ما اريد ما يا ام زيد. اي يا ولادي اريد ما اي اريد ما يا ام زيد. اي يا ميمتي اريد ما على هونك على هونك يا وليدي على هونك. اسقي يا وليدي. اسقيك لما تبتوي. بعد يوم زيد بعد يوم بعد يوم زيد. اولي اولي عليك يا وليدي. اسقي 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 يا يوم زيد. اولي خذ خذ. اي يا وليدي تسلم يا أمزة. تسلم يا أمزة. ساعدت أم زيد وأبو زيد ينهزموا وأنا أجيب لك الماء وأجيب لك الزاد بعد. تسلم. عسى الله يهون عليك يا ولد. تسلم يا أمزة. شلون هالحين يا أمة؟ بخير يا رداد. ما ركوب الخيل ميوات الناقل هذا هي نايمة الحين. عين خير يا رداد عين خير. تريح تريح تفضل. Thank you.
حمدة 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 اصحي قومي هلا يا عم. يلا قولي بسم الله. يلا قولي لك لقمة. قولي بسم الله. تقول حمدة من حر ما جرابة إن في الصامت على لذيذ الزاب علامك ودلا تبات الليل ما تلف الكرام. لا حول ولا قوة إلا بالله. حرام راسي ينجلى عوساد عوساد عوساد. يا ويد يا عونك صقر ما رجع للديرة. لله ما رجع. وانت ما تدل مكانه. لا يا طويل العمر. حد علمك وين راح؟ من يوم ما ماتت امرته وهو على وجهه يغيب ويرجع. يا طويل العمر اهرج. ابو حمدة علامه انت قسيت عليه كثير. ما قسيت عليه. ابو حمدة يستاهل ازود من اللي جراله. وانا قلت كلمة واحدة ومحيد عنها. ابو حمدة يلزم بيته. ما يزور احد ما حد يزوره. والحاضر يعلم الغايب. يا ويد اريدك تدل مكان صقر وتعود بيه. اريد اعرف مكان رداد البايق. الليل تكون الناس هاجعة انبش عليك تراب وخلصك من البلية اللي انت بيها. ايه تسلم يا مزي تسلم. يا تشكي لي يا مظلومي يا جاي وبيت عمي والقلب مليان همومي لا مكثورين الخير يا رعد. راعي الأولى ما يلحق. أم خلد ماذا شرت حمدة تيجي معي؟ حلفت يمين ما تطلع من البيت لحين ترد عافيتها. والله ما أدري شلون أكافيكم. أنت بين هلك وربعك يا رداد. تفضل قهوي. عشت. مساك الله بالخير يا شيخ. يا مساء الخير. تريحي تريحي. ها الحين شلونها البنت؟ قوية ميرة تعبت من ركوب الخيل. أقول يا شيخ يعونك لزوم رداد يظل تحت عيونك. ترى تخاف عليه من ولد عمه. لا تخافين عليه. رعد ورجال العشيرة يظلوا راقبونه وبعون الله ما حد يحوفنا. النار بصدري ما تنطفي.
الحين أعرف وين رداد. علامك يا طويل العمر. روح شوف العوامر. ها؟ الحين طال عمرك. إيه الحين. خذ الماء والزاد وجره بالهرج يجوز حكي. إيه والله. وإن ما حكى طال عمرك. لا تطعمه ولا تسقيه إلا حين حكي. الحين البرد نخر عظامه والعطش نشف عروقه، يوم يشوف الماء والزاد يحكي. اي والله هاي ان جبت لي علوم من زينه ومن شاربي لنطيق عشر نياق عوج تنساك. بالحال بالحال طال عمرك. دريمة يبسة وش ملاك؟ دريمة يبسة انهزم انهزم ما أنا قادر. قم قم انهزم. اي اي اركض اركض. اي أم زيد وش سويتي يا المهبولة؟ وش سويتي؟ يا سمنيات اطلقيني ولا عليك. اي يا الخاسي يا الخاسي انهزم. أوامر؟ أوامر؟ وش اللي سوى بيك هيك؟ هاي لحقني يا عمه وده ياخذني المناح. فوت جوا. خلي أوامر يطلع يا عمه. اخس يا الهامل. يا عمها الشيخ ودو اياه. انقلع من وجهي. بسيطة. لا تواخذيني يا عمه. يوم انهزمت ما عرفت وين اروح. زين سويت. خلنا نهزم يا عمه. الحين يجي مناح. خلوه يجي وانا مرداد. فوت جوا. فوت اقعد جوا. انهزم؟ وهرعه ببيت عمك. وانت يا الخاسي ليه ما دخلت البيت وجريته مثل السخل؟ الشيخ كمايل صارت بيني وبينه طال عمرك. كمايل؟ ومطبوب السحور؟ انا اللي اسحبه من وسط البيت غصبا عن خشمها. هذا اللي ناقص. كمايل تصير ترسم وتحكم. مناح وده يذبحني لجني ما علمته مكان ردات. بلعون انك نشمي. مناع إن خطيت خطوة حطها بصدرك أو أصيح بالصوت العالي. أريد الكلب البايق اللي عندك. أوامر دخيلي. اللي مثله ماله دخاله. مناع إن خطيت خطوة حطها بصدرك أو أصيح بالصوت العالي. زين يا كمايل زين. يطلع الصباح ويدبرها رب العباد معك. زين. أوامر عونك يا عمه. خذ البارودة. يظل البيت تحت عيونكم. مريده يطلع من البيت ويظل حي. والشايبة هم زيد دبارها عندي. امش امش. اي والله. بسيطة يا كمايل. إن ما خلط دمع عينك كحل دم ما كون مناع ابن مشاري.
رداد تركب الحصان. اي وين ودها تروح بتالي هالليل؟ طلعت من البيت؟ وش السالفه؟ ما ادري طال عمرك. زين الحين اسحبوا من البيت مثل السخل. ركبت الحصان وطارت مثل الريح. عوامر يا ولدي عوامر، طلع جاي يا ولدي الحامل. كمايل من هو اللي لابس هدوم الحرمة وراكب الفرس؟ عوامر الحقوا الحقوا، امشي امشي. بسيطة بسيطة يا كمايل يا مطبوب السحور، بسيطة. خاسي بسيطة يا كمايل بسيطة. شلونك هسا؟ الحمد لله بخير. رداد هان اشتقتي له؟
الله جمعنا بعد وقت طويل. الحمد لله على سلامتك، كنت خايفة عليك وعلى اللي ببطنك. مكثورة الخير يا عمة. هسا أنا اطمنت عليك، إن ودك تروحي لبيتك بسلامة الله. ملحقتوه؟ ملحقتوه يا الهمل، شلون ملحقتوه؟ أحصانه سبوق طال عمرك. وين دربه؟ غرب. درب الصد وما ترد. رح هات لي هالشاب أم زيد. إي والله. أم زيد ليه طال عمرك؟ لا تسأل، أمش أمش بالحال. صب القهوة يا طالي. مناع الشيخ مناع يفرض علينا الوحدة، لا نزور أحد ولا أحد يزورنا. ورجال ليه يقبلون يوبا؟ الشيخ الكل يهابه ويطيع. هذا إن كان شيخ صحيح. أيامنا الجايات سودة بسواد الليالي. يوبا حنيت الحمدة؟ إيه، إن كان لنا نصيب الله يجمعنا بيه. لو أدل مكانها. وكل الله يا بنيتي، وكل الله. حمدة هي رفيقتي واختي، كانت مثل أمي، الله يسهل عليها. الله يجازي اللي كان السبب. زيد عم الشيخ ودو ياج الحريم ما تطلع من بيتها يا شايبة. وش ودو؟ عسواتش الشينة. ان ودو اياني يجيني هان. يم زيد الشيخ زعلان كثير، ما هو شايف الضوء بعيونه. يا قدرت الله القوية علامك انت انهبلتي. يا قدرت الله. السلام عليكم. هلا عليكم السلام. تعال تعال تعال. وينك؟ طولت الغيبة. إغليص يا عمي، إغليص حبسني وربطني بالأحبال. قبل الهدية؟ إيه يا عمي قبل الهدية، وعقب ما قبل الهدية قال الرجال ربطوه وغاب عن الديرة. إيه، وحين عاود يا عمي قال انفكوه وقبل تكون حليفه. مير عاد يريد منك إنك تفي بوعدك له. زي زيد زيد خلوه ينتظر. ما ينتظر يا عمي، ودو اياك تافي بوعدك له وتتزله حمدة بالحال. حمدة يا حمدة يا عونك. وايش تسوي؟ احضر لك الزاد. ما ودي زاد، هات عنك. ما ودي اياك تسوين شيء، ما ودي اياك تتعبين روحك. يوم الد بعيونك يزول التعب. تسلم عيونك. حمدة ودي اياش تروحين يم مخلد لحين ارد من القنيص. لا انتظرك هان. زين مثل ما ودك. رداد يعونك. لا تطول الغيبة عليك. أي خشى أي خشى ولا يطولها. وعدت لجي لكيف بلاها على العرب ألاوزه. يا عم الشيخ الملاوزة ما تفيد معه، تدز له حمدة بالحال ولا يشعلها نار. لو تشعل النار بالأرض كلها، بالأرض كلها. قليلشن على عيون حمدة. يا طويل العمر يا طويل العمر يا غزينة، وما يخلي منا أحد عايش. هذا الرجل ما يرحم.
يا رحم تباره عدي ما بها تدبير يا عمي، تتزل حمدة بالحال ولا يغزينا، والله يسترنا من تاليها. أولها وتاليها عن شيخكم، تريح اليوم يا زعل وترجع له باكر. أنا أرجع لغليص يا عمي؟ أي ترجع. وش أساوي؟ أعلمك بعدين. شلون يمطيه وعده بحمده وكاد براسه تدابير؟ حمده مهن عجا حتى يهديها اياه. يا اخويا طايل انا اخاف على راسي، غليص ما يرحم وما تدري وش يساوي. وشلون ودك ترجع له؟ انا ما ادري، يكود ودي كنت انا؟ ايه انا ما اروح له. ليه؟ لو اهج من الديره كلها ما اروح له. علامك ذهبان طال عمرك. ما ادري يا فلاح، من يوم شفتها ما غمض لي جفن. مزيونه ما بمثلها بين الحريم. طال عمرك انت كنت تقول ما تريد الجيزه الا حمده. طيرت العقل من راسك. زين ان جتك حمده تعفي عنهم وما تغزيهم؟ لا أغزيهم وأخذ بثار أبوي ودخيله. حمدة. السلام عليكم. هلا بنور العين. هذا صيدك؟ إي بالله هذا صيدي، ما بعد كثير الحين أنظفها وأشويها لك. بس لميدك يا أبو زيد. حمدة؟ يا عيونها شلون زيد؟ ما هو مثل أبوه، متعبني. هات لك هوا وقربوا جاي يا عيال. أبشر طال عمرك. زعل يعونك يا عم. تروح باكر لغليش. يا عم الشيخ انا كنت ودي اسمع يا ولد. تروح للشيخ غليش وتقول له هالموعد عند رجم الغيلان بعد اسبوع لجل تسليم حمدة. حمدة؟ اي حمدة. حمدة ما هي هال؟ ادري. وش اللي براسك طال عمرك؟ روح الف السكارة. ابشر يا عمي. وش اللي براس مناع؟ اللي براس مناع ما حد يدري بيه غير مناع. ميرانا خاف على راسي من غليص.
يا قدرة يا قدرة الله. اي 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 على امل المرض تسيح. البيت يحترق. يا عرب يا عرب ودي حرقني ودي حرقني وانا عايش. تدفي يا شيف تلقش تدفي تدفي وزتيها مرة ثانية ترى حرقك واحرق شيفتك تدفي. إيه يا عرب يا عرب ودي حرقني ودي حرقني وانا عايشة. من هو اللي احرق بيت ام زيد يا طايل؟ مشان هيك ما تردين السلام؟ ارد بس بعد ما تعلمني مين اللي احرق بيت ام زيد. صدقيني يا العنود ما ادري. يوم انك تدري تحكي معي، ابعد عن طريقي. عنود؟ يا عمي واللي طول عمرك، نزلك واحد غيري. انت شويري اللي يحفظ شري. شويرك انا يا عمي؟ اي انت، وحين تعاود لك عندي 10 نياق مغاتشي. 10 نياق يا عمي؟ يا عمي ولي طول عمرك، وش اسوي بنياق؟ حين يقضبني غليس وربطني وخلني عنده. وكاد غليس النوبة هاي يكرمك بعد. وينطيني 10 نياق مثلك بعد يا عمي؟ لا تقصر ولا تطول بالحكي، علموه باللي قلت لك عليه، امسك دربك، امشي. عجلي يا بني. حطين هان روحي وخذ اللبن. ام زيد علامتش مكظمة. اكظم غيظي بقلبي واشكي رب العالمين مناع. عيني خير يا ام زيد، تظليني ببيتي اتونس بيك وتتونسين بي. يا من الله علاهم كبر عقولهم، غير شيخنا عقله مثل عقل صخله. الله يعين العرب على ايام الجايه، ترى ايام سوده مثل الكحل. أسوق عليك الله يا شيخ، الما ينهال ولا ينكال، إنك تعفي عن أبو حمدة. والرب المعبود معفي عنه. يا شيخ ما تمد يدك على عزوتك وما تذبح فزعتك. مفلح ما هو فزعتي ولا عزوتي، مفلح رفضني يوم ان طلبت حمدة، مفلح رفض اطلبي يوم ان طلبت العنود المسعود، ما هو عزوة ولا فزعة. يا شيخ يوم الله علاهم كبر عقولهم. لا تغلط، انا عقلي كبير يا ابو جدعان وعارف ايش اسوي. واسوق عليك الله، اسوق عليك الله، ما تجيب لي سيره ابو حمد على لسانك، تفهم؟ خص لي يا شيخ. هلا تفضل. حي الله. حي ودوم. تدري انه ما بي احد غيرك زارني؟ وتدري يوم تجيب الطريق زافت شبدو. الله هداك، مناع عمر الرجال مصفنه على راسه، بعدين الحين يزعل منك يوم يعرف انك لفيت عندي. الراي عندي ارحل من العرب. الا كنت ودي ارحل، مير الحين ما اطلع من بيتي الا القبري.
شيبتي رجيته، ما احترم شيبتي، ما ظل بالعرب ومناع شيخه. والرب المعبود لخلك تشرب المر واجرش واصحن الملح بكواعك يا ابو حمده. يا طويل العمر، ابو حمده رجل زين ونخطب حقك، ترى اللي مثلك يسامح. اسكت اسكت، ما اريد اسمع طاري. صارت منه وعيه وبعدين غاب، والمدود ظلها على الحال، ما ادري وش بدي اسوي. ناخذ من امه، انا وعدت امه ان احميه، شلون ودي اخذه وهو مثل الذبيح؟ صغير يعونك. شلونك انت طويل العمر؟ الحمد لله بخير. وش علوم اخوي رداد؟ تنشد عن اللي ضربك بشبريته وخلاك بين الحياة والموت. هو رداد، هو رداد اللي ضربني بالشبرية. ما هو رداد اللي غدر بيك؟ لحد منه؟ وش هذي؟ وش هذي يا منع؟ هذا جبرية. تريد تهديني اياها يا اخوي؟ لا، ودي اخذ روحك بيها. لجل عيش انا يا الغالي. وهذا كل اللي صار. منع؟ انت بلي مواخذة، صح اللي تقوله؟ ايه مناع مناع. له يا مناع الغازي. انتهى مرداد بالباطل. مناع تخلص من الاخوان الاثنين وتسلم الشيخة. زواد اسوق عليك الله انك تقول الحقيقة. اقول الحق، لظلمت اخوي رداد، ما هو بس انت، ترى كلنا ظلمناه.